استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي المحافظة الجنوبية وذلك في إطار لقاءات جلالته مع رجالات البحرين الكرام حيث تشرف الجميع بالسلام على جلالته معربين عن أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة والليالي الفضيلة على جلالته بوافر الصحة والخير والسعادة والعمر المديد وأن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويبقيه ذخرا وفخرا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الكريم معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تحظى به المحافظة الجنوبية وأهاليها من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالته وبما تشهده من العديد من المشروعات التنموية والإسكانية المتطورة بفضل توجيهات جلالته السامية الكريمة وبدأ اللقاء بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم بارك فيكم بارك
يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر للشهر الفضيل التي نبارك لكم بلوغها وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وأنه لمن دواعي السرور أن نتمكن هذا العام من اللقاء بأهلنا وأحبتنا من محافظات مملكتنا الغالية احتفاء بشهر الخير والمحبة، مبتهلين لله بأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن ينعم علينا بواسع فضله ليديم علينا الأمن والأمان وليعم السلام والوئام على البشرية جمعاء. ونود بهذه المناسبة الطيبة أن نطمئن الجميع بأن مسيرة بلادنا ماضية نحو المستقبل بكل تفاؤل وحماس وفخر بما يتحقق من نتائج واعدة تعمل من أجلها حكومتنا الموقرة بسعي حثيث وباحترافية عالية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تضع خططها في الاعتبار استباقية التعامل مع أي مستجدات أو أزمات طارئة بكل فعالية ومسؤولية من أجل التعافي الاقتصادي المنشود. ونشكر هنا كافة مؤسسات الدولة على ما يبذلونه من جهود وعلى تعاونهم البناء فيما بينهم، وبصورة تبعث على الارتياح وتجدد الأمل بقدر البحرين المشرق بإذن الله تعالى. ومن جانب آخر، فإن مملكة البحرين لطالما قامت بدورها اتجاه الأمن والسلم في المنطقة، والتزمت بالمعاهدات والاتفاقات والعلاقات التاريخية التي جمعتها ولازالت مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء في العالم على مر العقود، وهي علاقات تأسست على إقامة السلم في الخليج العربي وفي بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع المنطقة وجميع الدول، بما أسهم في جعل مملكتنا العزيزة بلد فاعل، وهو دور تلتزم به مملكة البحرين إلى اليوم لما فيه خير شعوبنا وأمنها واستقرارها ورفاهيتها. ولا يسعنا في الختام إلا أن نعرب لكم عن مدى سعادتنا وانشراحنا برؤيتكم والاطمئنان على أحوالكم، داعينا المولى أن يعيد علينا الشهر الفضيل والبحرين وأهلها في حفظ الله سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها ألقى السيد صباح سالم الدوسري كلمة نيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب في كلمته عن الفخر والاعتزاز بشرف لقاء جلالة الملك المفدى، معربا عن خالص الطاعة والولاء والوفاء والإخلاص، مؤكدا أن هذا اللقاء الميمون خير تعبير عن التواصل الذي تعلمناه من جلالة الملك المفدى نهجا راسخا ونبراسا مضيئا. ونقل الدوسري امتنان واعتزاز
أهالي المحافظة الجنوبية بالنهضة والتنمية الشاملة من خلال إنشاء كبرى المشاريع التنموية وتحقيق المنجزات النوعية في كافة المجالات، معربا عن الفخر والأمل بمستقبل واعد بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى السديدة والخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحقيقا لطموحات وتطلعات أبناء البحرين، مؤكدا الفخر بما تشهده المحافظة من مشاريع حيوية ومكتسبات وطنية تعود بالنفع والخير على المواطنين في ظل ما تتمتع به المحافظة من معالم تاريخية وتراثية. كما ثمن الدوسري سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للناشئة والشباب وتمكينهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز في مختلف المجالات الإبداعية وما يقوم به سموه من توفر الفرص والإمكانيات التي تسهم في تنمية قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم على مختلف الأصعدة، مثل إنشاء العديد من المشاريع الشبابية والمراكز العلمية المتميزة في مناطق المحافظة. وأعرب الدوسري عن تقدير أهالي المحافظة لرجال الأمن البواسل وما يقومون به من جهود وطنية مخلصة لتعزيز الأمن والاستقرار بفضل دعم وتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية، مشيدين بالجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي تسطر أروع الأمثلة في التواصل مع المواطنين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم نتضرع إلى المولى العلي القدير بدعاء صادق لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وللجميع، ونسأل الله جلت قدرته الاستجابة. أدعو فضيلة الشيخ عدنان القطان لقراءة الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظك الله ورعاك، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالتكم وأسرتكم الكريمة ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة والعافية وطول العمر، ويعيده على مملكة البحرين وشعبها الوفي بالأمن والإيمان والرفعة والتقدم والازدهار في ظل عهدكم الزاهر الميمون. ولا يسعنا في هذه الأيام والليالي المباركة من شهر رمضان إلا أن نرفع أكف الضراعة للمولى تعالى داعين: اللهم احفظ بلادنا مملكة البحرين من عبث العابثين ومكر الماكرين، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله وألبسه ثوب الصحة والعافية، وبارك له في أهله وأولاده وذريته، ووفقه وولي عهده لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، واجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب، واجعله إماماً للتسامح والتعايش السلمي والتآخي والتحاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تيسر لوطننا الغالي وشعبنا العزيز كل أسباب التحضر والتطور والتقدم الموافق لدينك ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عهد ملكنا حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه
عهد خير وسعد وبركة وصلاح وتوفيق وسؤدد، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأبعد عنه وعن وطني العزيز وشعبنا الكريم الفتن والمحن والبلايا والشرور ما ظهر منها وما بطن، واصرف عن الجميع شر الأشرار وكيد الفجار، وألف بين قلوبنا رعاة ورعية، واهد الجميع للتي هي أقوم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أدخلنا برحمتك في عباد الصالحين في عبادك الصالحين، وتقبل منا ما عملناه من أعمال صالحة في هذا الشهر الفضيل، وأدخلنا الجنة مع السابقين المقربين، وارزقنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الثقلين، واحفظ أهله واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راعي الفزعة بكل الميادين، عدلت في حكم الشعب الرعية، لك سيرة عطرة ورود ورياحين، سيرة فخر بأمجادك الوايلية. حبك سرى في دمنا والشرايين، واليا أمرت أرواحنا لك هدية. يا باني الأمجاد طلق الحجاجين، زبنا الأمور الكائدة والعصية. ما ظنتي مثلك يجيب السلاطين، أنت الحياة لها المن عقربية، أروى ثرى داره وصارت بساتين، من فضل رب البيت جزل العطية. ودام أنت قايدنا حنا عزيزين، يا فخر كل الأمة العربية. حمد ولك فعل عليه البراهين، ولك سيرة فوق الانجاز.